كل يوم نصحى على كبشة أخبار على الريق. خلينا نشوف أخبار على الريق اللي كتبها الصحفي سعيد الطويل. يلا. الجو اليوم راح يبرد بزيادة وراح يجي منخفض أخف من المنخفض اللي راح. اليوم راح تنصرف رواتب موظفي غزة قبل أوانها. عرض مرتب للي عندها زيارات وبدها تخلصهم يا نيالها. 4 حرامات أطفال بس بمية شيكل. عادل المشبخ اليوم راح يطلع من الحبس وبقول لك راح يعمل فيديو يدمر فيه المش متدمر. يا لطيف. غاز الطبيخ دخل غزة مبارح والأمور تمام. بكرة زي هالجيت بكون الطلاب في المدارس وهذا خبر صار للأمهات. سمك الغزلان مل السوق وصار الكيلو 17 شيكل. الله وكيلك الخيار ضايل أغلى من الموز ما رخص. الرئيس عين روحي فتوح ونبيل شعت منصبين جداد. 3 دكاترة إخوة من غزة ما شاء الله عنهم أجوا من روسيا عشان يعملوا عمليات تناسلية نوعية للمرضى. أبو مازن راح مبارح مع وفد إلى عمان يعزب وفاة قابوس، وهنية كمان راح مع وفد يعزي قابوس، وللأسف التنين ما التقوا مع بعض ولا شافوا بعض. راجل أردن ومرته ماتوا مخنوقين من الفحم، ديروا بالكم. تميم زار إيران وبقول لك إحنا معهم قلبا وقالبا. اليوم رأس السنة الأمازيغية 2970، إذا سمعتوا فيه قبل هيك. الليلة الماضية فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد واخذ نهائي كأس السوبر، والجالية الملكية احتفلت في قطاع غزة بنص الليل. أهم نقطة بدنا إبر هبارين لسيدة حامل، وهذه مناشدة لامرأة حامل الله يعينها على حملها فما تهملوها. كويس محمد؟ ليش مش عاجبك؟ الله وكيلك الخيار لسه أغلى من الموز وما رخص. لا بدنا نجمد.